شلون وضع باب الطوش؟ والله وضع باب الطوش اكو قلابات اتنظف وحفارات جاي اتنظف، والوضع اريد هذا الجراج، اريد هذا الجراج يتنظف على مود الكيات تجي، اهل المخضر تجي، يكثر الناس يعني تجي، ماكو يعني كلها ورا الانقاض دكاكين مفلشه، ما حد يجي هنا بالسوق. لما تتنظف هاي الساحه وتجي الكيات ما يصير حركه باب الطوب كله. هل المخضر يجون، هل المحلات يجون يعملون محلاتهم يسووها يرتبوها. انقاض كلها بالسوق، يريد القلابات البلديه تساعدنا كل يشيلون هاي الانقاض من باب الطوب. عندك محل هنا باب الطوب؟ اي عندي محل بسوق الاربعه مال باسكلات. والله فتحت؟ لا والله معزل. شنو السبب؟ السبب ماكو شحن بشر، ماكو بالسوق، ماكو لان الجراج مسدود، هاي الانقاض التنك. والله باب الطوب يعني شالته فرد مره تعبانه من ناحيه الاعمار، فاشل ابد، ماكو اي اعمار هنا هسه حاليا. باب السراي صايع يعمرون محلاتهم دكاكين، بس احنا جانبنا سوق الاربعاء هاي الامارات اليمنى ماكو كل اعمار. وهاي الانقاض بالساحه متروسه، الساحه مال الكرامه ومال النبي يونس مليان انقاذ، نرجو من الحكومه تساعدونا برفع الانقاذ منها حتى الكيات ترجع الى جانب الايسر. طالب من الحكومه ان تجي تنظف الساحات، الساحه مال الايمن ومال الايسر، على مود ترجع الكيات والباصات هنا، على مود ترجع الحياه باب الطوب. اذا ما يرجع الكيات هنا والباصات ما ترجع الحياه. باب الطوب هذه عقل الموصل، تاريخ الموصل هي باب الطوب. اذا ما ترجع هنا الحركه باب الموصل يعني هي ما كل شيء ما تسوى. اهم شيء يرجعون الكيات الباصات هنا هاي على الساحه الايمن والايسر، راح ينزلون العالم يعني هنا على باب الطوب، يطلعون من الساحه مال الايسر على الايسر، وذاك جانبها نفس الشيء. يعني هاي النقاط هي ما شالوها، هي نطالب من الحكومه نشيل النقاط، اهل المحلات يرجعون يفتحون المحلات مالهم، هسه بس يفتح باب الطوب. نطالب من المحلات تفتح محلاتها، والحكومه يعني تساعدنا.